مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم. الدراري ديال تليجرام راهم عارفين، ولكن الدراري ديال اليوتيوب يلا غادي تعرفوا سواء من الثامبنيل او من العنوان. خسرنا في التحدي ديال حساب ال 100000 دولار، حرقت الحساب بواحد الطريقه اللي عشوائيه عبثيه. قبل ما نبداو في الفيديو عندي واحد شويه ديال الحوايج اللي بغينا نقولوهم، بغيت نقولهم ونوضحهم. اول حاجه، انا منين بديت هذه السلسله هذه بديتها باش تكون واحد التجربه ديالي في حساب التمويل اللي شفافه 100%. ما كيهمنيش الاغلاط اللي كنديرهم، ما كيهمنيش نعطي واحد الصوره اللي زوينه على راسي باش نبين لكم بالله انايا واعر ولا نهائيا. ما كانش هذا هو الهدف ديالي من هذه السلسله. الهدف ديالي كان هو انني نبارطاجي معكم واحد التجربه اللي شفافه 100%، فيها الاغلاط، فيها الارباح، فيها كل شيء الزوين والخايب ديال انك تدخل في تحدي ديال في اختبار ديال التمويل عموما، يعني حتى المشاكل اللي وقعوا لي مع الشركه ولا كنت كنبارطاجيهم عادي جدا. هذا هو الهدف ديالي من انني نشارك معكم هذه التجربه هذه. واحد الحاجه اخرى اللي بغيت نقولها هو دابا انا من هنا للقدام ممكن عندي جوج ديال الافكار اللي عندي دابا، ممكن تشاركوا معايا الافكار ديالكم نتوما، انني نولي نشري حساب اخر ديال 100000 دولار ونولي نبدي في تحدي اخر عادي جدا الحياه تستمر، ولا نبديو انفيستي واحد راس مال اللي حقيقي حقيقي 100% ونبدي نحاول كنكبر داك راس المال هذاك باش ندخل في هذا التحدي الزاوج. كنطلب منكم حاجه واحده واللي ضروري انني نشوفها منكم، اللي هو الدعم الكامل لهذا الفيديو هذا، الماكس ديال لاجام. بغيت نشوف شي رقم ديال لاجام اللي ما وصلتلوش قبل كدعم ليا انايا، لحقاش واخا نبان لكم بلي زعما مرتاح شويه، وانا مرتاح زعما الصراحه في انني خسرت الحساب مرتاح جدا، لحقاش انايا الفلوس اللي ديتهم لشركه التمويل مازال ما مردوهمش هما، وخاصهم مده باش يردوا الفلوس اللي انا ربحتهم من شركه التمويل، يعني اللي خرجتهم. كذلك المارشي عموما انا خرجت منه فلوس وربحت منه فلوس اللي صعيب عليه انه يديها لي في شهر او لا في شهرين، يعني خصو واحد المده طويله يدخلني في خسائر اللي كبيره باش يرد يلاه الفلوس، يعني انايا سابق المارشي وشركه التمويل. نهائيا ما غاديش ياثر فيا انني نخسر حساب واحد ولا نخسر واحد راس مال اللي ندخل تريدي به، لحقاش اصلا راس المال اللي كندخل به كنكون متاكد 100% انني قادر نتحمل الخساره ديالو. هذه اول حاجه، ولكن الخساره ديالي في التحدي ضروري انها غادي تاثر عليا نفسيا، ماشي لحقاش خسرت فلوس نهائيا ما كاينش هذا الشيء، ولكن كيبقى في المده والمجهود اللي خسرته، ثماره ديال 16 يوم ولا المشكله انني خسرتها في نهار واحد، هذا هو اللي معذبني نفسيا، اللي مخليني ماشي ما مرتاحش. لذلك الدراري كنتمنى انكم تدعموا هذا الفيديو هذا بلي كومونتير باش نعرف بلا نتوما كتبغيو هذا الشيء هذا، كتبغيو انني نبارطاجي معكم واحد التجربه اللي شفافه 100%. راه وليو الفيديوهات القدام راه كلشي كنبارطاجيه، اي حاجه نفسيه او لا في وسط داكشي اللي كنديرو راه كنبارطاجيها معكم، لحقاش هذا الشيء انا بالضبط اللي باغي هو انني نعطيكم واحد التجربه ديال واحد الشخص اللي بحالكم نتوما، حتى هو كيغلط، حتى هو كيدير ارباح اللي كبيره، حتى هو كيحاول يصلح من نفسه بحالي بحال اي متداول. واحد النهارات كان واحد السيد قال لي بالله في لي كومونتير، قال بالله ودي المتداول المحترف ما كيحسش نهائيا، يعني ما كيحس لا بفرحه منين كيحقق ارباح لا باعصاب وكرهه منين كيدخل في خسائر. هاد الهضره هادي ديال عذراء ديال انسان اللي فيرج اللي عمرو تداول وما كيعرفش واش هما الارقام الحقيقيه وعمرو خرجتي فلوس من التداول. التداول راه 100% غادي تفرح، والتداول 100% فيه غادي تعصب. فين كاين الفرق ولا فين كاين الاحترافيه؟ فانك ما تضعفش لذوك المشاعر ديالك، هذا هو الفرق بينك وبين انسان متداول محترف. كاع المتداولين راهم كيفرحوا وكيكرهوا التداول ديالهم، حققت ارباح 100% انني غادي نربح، غادي نفرح، لحقاش انا اصلا هذاك هو الهدف ديالي من التداول، هو انني نحقق ارباح. الا خسرت فلوس فراه 100% انني غادي نتعصب، ولكن فين كاين الفرق؟ الاحترافيه، يعني المتداول المحترف هو انه ما كيضعفش المشاعر ديالو، فرح ما كيضعفش، كره ما كيضعفش، هذا هو الفرق في ما بيناتهم. يعني انا عادي جدا انني يوقع لي هذا الشيء هذا، نكون شويه نفسيا ما ماشي مزيان، ولكن عادي جدا. كما قلت لكم انايا الفلوس ديجا دايهم من شركه التمويل، يعني مرتاح في انني نخسر واحد 5000 درهم حتى 10000 درهم، ما عنديش غرام ديال المشكل، مازال خاصهم بزاف ديال الوقت باش يردوا الفلوس اللي خديتهم انايا، ولكن محتاج الدعم ديالكم، محتاج نعرف انه نتوما كتستافدوا من هذا الشيء اللي كنبارطاجيه معكم انايا. ما بغيتش نسوق لكم انني واحد المتداول اللي محترف ما كنغلطش، كل شيء كنديرو صحيح،
هاد الهضره هادي باينه بالله ديال انسان سكامر، انسان باغي يديلك فلوسك ولا باغي يبيع لك شي حاجه. انا نهائيا ماشي هذا هو الهدف ديالي. انا الهدف ديالي كما شرحت لكم عاد الدركي نشارك واحد التجربه اللي حقيقيه 100%. كان ممكن انني نزور النتيجه ديالي، نقنعكم بالله ودي راني نجحت في الحساب ديالي، لحقاش كان عندي كان باقي لي 2000 دولار ديال باش ننجح في الحساب، كان باقي لي 2000 دولار على المرحله الثانيه. يعني كنت قريب بزاف، وهذا بالضبط اللي اثر عليا. هاد الفكره هادي بالضبط هي اللي خلاتني نخسر الحساب كامل، هو انه كان باقي لي 2000 دولار باش ننجح في المرحله الثانيه. وجهلت واحد الجهله نتاع صافي، بغيت في التالي ديال السيمانه نقول لكم بالله صافي نجحت في الحساب. كنت مضغوط بزاف، كنت باغي باش ما في النهايه ديال السيمانه نقول لكم بالله نجحت في الحساب، وهذا الشيء بالضبط اللي خلاني نخسر الحساب للاسف. صراحه انا حشمان من راسي، لحقاش الطريقه اللي خسرت بها الحساب طريقه ديال انسان مبتدئ جدا، ولكن عادي عادي جدا، ما كاينش مشكل، راه الانسان خطا. والدراري اللي كانوا تايقين فيا سمحوا لي بزاف، لحقاش حتى الطريقه اللي خسرت بها الحساب طريقه ماشي زينه. نتمنى انني نكون عبره ليكم، خذوا هذا الشيء هذا اللي وقع لي كعبره، ما توقعوش في الاغلاط ديالي، ما تاخذونيش كقدوه وتنوض ديروا بحالي تقولوا راه وبوني خسر الحساب هاني ولا شي لعبه. لا نهائيا، واش هذه هي الفكره اللي خاصكم تاخذوها؟ خذوني كعبره، عرفوا بلي الانسان راه كيضعف يضعف، حاولوا تكونترولوا المشاعر ديالكم الماكس. الا جيتوا تشوفوا التحدي ديالي مشى بواحد الريتم اللي زوين بزاف، كنت واحد المتداول اللي فعلا قدوه، درت واحد الرحله بهذا التحدي هذا بواحد الشكل ما يمكنش. انا كنت مخلوع في راسي، ما مضاريش كندير هاكيك، ولكن مشيت بواحد الريتم اللي زوين بزاف، كنت كنحقق ارقام اللي زوينه بزاف، اي حاجه كنقولها كنقد بها كنديرها. وصلت للتالي، الفكره ديال انه قربت بقولي جوج درجات ونوصل للتالي ديال 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 فين كنت باغي نوصل انايا للهدف ديالي، وتعكلت وطحت الدروج كامل، بصح معليش ما كاينش مشكل، ان شاء الله الخليفه على الله. المهم كما قلت لكم محتاج الدعم ديالكم بزاف، سواء في لي كومونتير كما قلت لكم في لي جيم، وصلوني الماكس ديال لي جيم. بغيت نعرف بلي نتوما كيعجبكم هذا الشيء هذا اللي كنديرو انايا، بغيت الماكس ديال الدعم ديالكم باش ان شاء الله نبداو شي تحدي اخر. غادي نديرو واحد البول في تيليجرام ديال واش بغيتو نديرو تحدي براس مال حقيقي او لا نبداو تحدي اخر ديال 100000 دولار. مهم ان شاء الله غادي نشوف واش نديرو. الهدف ديالي الرئيسي دابا هو انني نعطيكم واحد المحتوى اللي نقي، محتوى اللي يعجبكم، ما نسوق لكمش على انه التداول واحد الحاجه اللي سهله جدا. راه التداول صعيبه صاحبي، راه التداول فيه عقبات، خاصك تجاوز دوك العقبات باش تحقق الارباح، ماشي ساهل، ماشي من النهار الاول غادي تنجح، ماشي من النهار الثاني، خاصك واحد المده وخاصك واحد المجموعه ديال الحوايج اللي توفروا فيك باش انك تقدر تنجح في التداول تحقق واحد الارقام اللي زوينه. واحد الحاجه اللي انا الصراحه ما غاديش نقدر نديرها اللي هو الستره، باش تستر الحوايج ديالك كتنفع بزاف. انا للاسف دابا كندير يوتيوب، خدمتي هو انني نبارطاجي معكم داكشي اللي كنديرو، يعني الستره واحد الحاجه اللي بعيده، ولكن بزاف ديال الناس اللي النيه ديالها كتكون زوينه كتبغي تدعمك بطريقه زوينه، ماشي كتغير منك او لا تحسدك او لا زعما ما تبغيكش تنجح، العكس تماما. انا متاكد بلي بزاف ديال الناس اللي كتدعم معايا من قلبها، ونتمنى انكم تستمروا في الدعم ديالكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نضربكم وعد حق اخرى ان شاء الله الدراري الدريات. بيس.